تنضم إلينا مباشرة من القدس المحتلة مراسلة القاهرة الإخبارية دانا أبو شمسية. مرحبا بك دانا، ما الذي يحدث بعد هذا الاستهداف لهذه المستوطنة الإسرائيلية وحدوث لإصابة لمستوطن آخر؟ آخر ما لديك من تفاصيل دانا. نعم، بعد التحية، جيش الاحتلال في بيانه أكد مقتل إسرائيلية مستوطنة تبلغ من العمر 40 عاما متأثرة بجراحها جراء إصابتها في عملية إطلاق نار بالقرب من مستوطنة كريات 4 وبالقرب من شارع رقم 60، أي الطريق الواصلة إلى مدينة الخليل جنوبا. أيضا بيانات جيش الاحتلال تتحدث عن إصابة أخرى خطيرة حرجة جدا تم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم. الرواية الإسرائيلية تقول أن هنالك مركبة فلسطينية مسرعة جاءت إلى القرب من مستوطنة كريات 4 وتم إطلاق النار من خلالها، وتمكن المنفذ من الانسحاب ولاذ بالفرار. لذلك تعزيزات عسكرية مشددة في اللحظة الأولى من عملية إطلاق النار هذه وصلت إلى منطقة الخليل وإلى محيط مدينة الخليل وتحديدا إلى مستوطنة كريات 4، وهنالك حواجز وضعتها جنود الاحتلال لتفتيش المركبات الفلسطينية أو المارة أو لعمل عملية تمشيط للمنطقة للحصول على أي معلومات قد تصلهم إلى منفذ العملية. هذا إخفاق أمني جديد عسكري كما يقول المحلل العسكري الإسرائيلي، وخاصة بعد العملية الأخيرة في حوارة والذي تمكن أيضا المنفذ من الانسحاب. ها هو فلسطيني جديد ينفذ هذه عملية أخرى ويتمكن من الانسحاب. تقول المنظومة الأمنية العسكرية أن هنالك كان تقديرات عسكرية بأن يكون هنالك زيادة في العمليات الفلسطينية التي تنفذ ضد أهداف إسرائيلية بسبب استمرار بعض العمليات العسكرية من قبل جنود الاحتلال وتحديدا في شمال الضفة الغربية، نتحدث عن نابلس، عن جنين وعدد من المناطق. وهذه كانت التقديرات الأولى بأن يكون هنالك زيادة في العمليات العسكرية أو في العمليات ضد أهداف إسرائيلية، وأن يكون هنالك لربما تدخل من فصائل مقاومة في غزة. وما حدث اليوم في صبيحة اليوم، القبة الحديدية كانت قد اعترضت جسم مجهول الهوية على حد وصف تعبير بيانات جيش الاحتلال. لذلك هنالك تقديرات أخرى تقول بأنه لربما تتسع نطاق هذه المواجهة مع المحتل ومع الفلسطينيين، بين الفلسطينيين وبين الاحتلال، بسبب استمرار اعتداءات الاحتلال على الفلسطينيين وعلى محافظات الضفة الغربية، لا سيما أيضا في مدينة القدس، واستمرار الاعتداءات عليه. نعم، ولا وباحتمالية اتساع هكذا عمليات. سأذهب وتحول إلى مراسلة دانا، سأتحول إلى مراسلة القاهرة الإخبارية ولا السلمين، أيضا تنضم إلينا من رام الله. البيانات الإسرائيلية التي تصدر تباعا وهذه الحالة من الاستنفار، هل في حالة من الربط أم وضع احتمال من التنسيق بين ما حدث في حوارة وما يحدث اليوم في كريات 4؟ ولا ليس بالتنسيق ما بين منفذي العمليات، ولكن اتساع هذه الرقعة المقاومة ما بين الشمال والجنوب الضفة الغربية. الآن نتحدث عن تعزيزات مشددة وآليات عسكرية تتجه إلى المكان، إغلاق المدخل الشمالي لمدينة الخليل بعد مقتل هذه المستوطنة وإصابة آخر بهذه العملية، وقوات الجيش تستدعي المروحيات بحثا عن منفذي هذه العملية، وأيضا وحدة الدبدبان قامت باستدعاء للبحث عن منفذي هذه العملية. لربما هذه العملية وخاصة في الجنوب بالتحديد في مدينة الخليل هي نوعية بحد ذاتها لاستدعاء وحدة الدبدبان واستدعاء أيضا المروحيات العسكرية بحثا عن منفذي هذه العملية. هذا ما يربط الأحداث بأن اتساع رقعة المقاومة بين الشمال والجنوب في هذه اللحظات، وإن العمل المقاوم لا يقتصر فقط على الشمال الضفة الغربية، وإنما جنوب الضفة الغربية يقف كتفا إلى كتف في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي. سأذهب معك ببعض التساؤلات ولكن لأعود إلى دانا بموضوع الشمال والجنوب واتساع رقعة العمليات الفدائية إن صح توصيفها من المقاومة الفلسطينية. ألا يخشى اليوم من إجراءات إسرائيلية ستؤدي إلى تقطيع أوصال ربما أكثر، فصل أكثر ما بين المناطق الفلسطينية، إضافة إلى العديد من الإجراءات التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي؟
لربما كل هذه العمليات الفلسطينية هي مجرد رد فعل على الفعل الإسرائيلي. ما يتم من قبل الحكومة الإسرائيلية الأكثر يمينية في تاريخ الحركة السياسية الإسرائيلية يعكس في ظلاله على هذه العمليات، سواء في الشمال في الجنوب أو حتى في غزة، أو حتى في إطلاق رشقات صاروخية من الشمال الفلسطيني، نتحدث عن لبنان، عن سوريا وما إلى ذلك. كل هذه تقديرات أمنية عسكرية صدقت في الفترة السابقة، هذه التقديرات بأن يكون هناك اتساع لهذه المواجهات واتساع نطاق هذه المواجهات بسبب الفعل الإسرائيلي. دانا، يبدو أنه ولاء، يبدو أننا فقدنا الاتصال مع ولاء. سأبقى مع دانا. إذا يبدو أننا فقدنا الاتصال مع دانا أبو شمسية، وأعود إلى ولاء السلمين لتبقى معنا في هذه التفصيلات التي نتحدث عنها. ولاء، في ازدياد بالإجراءات من قوات الاحتلال الإسرائيلي غير موضوع الحواجز والتفتيش ومحاولات ربما للبحث المستميت عن منفذي العمليات التي جرت تباعا. نعم، إذا منطقة حوارة الآن هي سكنة عسكرية مغلقة، وأيضا في مدينة الخليل إغلاق المدخل الشمالي لمدينة الخليل، حيث يواجه المواطنين أزمة سير خانقة في هذه الأثناء للدخول إلى مدينة الخليل. وأيضا يعني وجود الحواجز العسكرية تزيد من الاختناقات المرورية التي يعني يصعب على المواطنين الفلسطينيين الدخول إلى مدينة الخليل والتوجه إلى منازلهم. الآن نتحدث عن اتساع رقعة المقاومة، اتساع أيضا العمليات المقاومة بين الشمال والجنوب، وازدياد الحواجز الإسرائيلية، ولربما في هذه المنطقة بالتحديد سيكون هناك يعني سلب مزيد من الأراضي الفلسطينية، وذلك بسبب يعني ما تعتبره قوات الاحتلال. هذه العمليات تعمل على يعني قدم وسلب هذه الأراضي الفلسطينية من الفلسطينيين. نعم، أيضا أعود إلى دانا فيما يجري من آخر هذه التطورات. دانا، هل من المتوقع اليوم أن يكون هنالك ازدياد بالسخونة، ونحن نتحدث ربما عن ذكرى للمسجد الأقصى ونتحدث عن تطورات كثيرة، فهل المحتل الإسرائيلي اليوم سيزيد أكثر فأكثر، أم ربما ردة فعله التي يخشى منها ستكون أكثر عنفا؟ كيف تتأهب المقاومة، أو ما الذي يخرج اليوم من الجانب الفلسطيني بعد هذه العمليات؟ يعني استكمالا لما بدأت الحديث فيه، أتحدث كنت عن سياسة العقاب الجماعية، وهي السياسة التي تتبعها الحكومة الإسرائيلية في عقاب الفلسطيني عقب أي عملية فدائية ينفذها الفلسطيني. لذلك من المتوقع مزيد من قدم الأراضي، مزيد من المصادقة على وحدات استيطانية أو توسيع مستوطنات جاثمة على أراضي الفلسطينيين، ولربما ما حدث مؤخرا بعد عملية جنين الأخيرة يؤكد هذا القول، بأن إسرائيل ذهبت لشرعنة بؤر غير شرعية أصلا في الضفة الغربية، وهذا يتوافق أيضا مع المشاريع والخطط التي تصادق عليها الحكومة الإسرائيلية لتوسع استيطاني أكثر من خلال فصل الضفة الغربية عن القدس المحتلة بوضع هذه المستوطنات على أراضي شعبنا. بالعودة إلى سؤالك، يعني نتحدث عن مرور 54 عاما على حريق المسجد الأقصى، وهذه النيران ما زالت مشتعلة في مدينة القدس باستهداف المسجد الأقصى مرارا وتكرارا من قبل الجماعات الاستيطانية المتطرفة. ولربما نحن في الأيام المقبلة سنشهد أيام عصيبة جدا تمر على مدينة القدس بسبب الأعياد الدينية التي تحاول هذه الجماعات المتطرفة تحويل الحرب السياسية إلى حرب دينية من خلال استمرار انتهاكاتها للمسجد الأقصى المبارك. هذا اليوم يلقي بظلاله على مدينة القدس ليس فقط في الضفة الغربية، إذا ما تمت هذه العملية سيكون هنالك انعكاسات في طبيعة الحال على أرض الواقع في مدينة القدس، لا سيما في وصول المستوطنين إلى الطرق الالتفافية والاعتداءات على الفلسطينيين كما تم بالفعل أمس وقبل أمس بالاعتداء على مركبات الفلسطينيين بالحجارة والاعتداء على بيوتهم وعلى المدنيين الأمنين. كذلك الحال فيما يتعلق في مدينة القدس، تتمثل هذه التعزيزات العسكرية بتضييق الخناق على المواطنين وخاصة الواصلين إلى المسجد الأقصى المبارك من خلال عدم السماح إليهم بالدخول إلى المسجد الأقصى أو عرقلة دخولهم بالتدقيق في هوياتهم، والسماح لأعداد أكبر من المستوطنين لتأدية صلوات تلمذية مستفزة لمشاعر المسلمين.